أولا شكرا لك يا دكتورة أسماء جدا جدا على المشاركة، وأنا متشوقة جدا أسمع المحاضرة بتاعتك، ومتأكدة أنها تكون محاضرة مميزة إن شاء الله يعني، ودايما إن شاء الله كده تشاركي معنا في المحاضرات يعني، ونستفيد منك بقى دكتورة أسماء. متشكرة جدا يا دكتورة منى. والله ده انا الشرح ليا طبعا، يعني انا اقدم محاضرة النهاردة في الـ Continuing Medical Education الخاص بالدكاترة، والله وانا متأسفة طبعا على التأخير، بس والله يعني هو عيب شبكة عندي انا، فانا متأسفة جدا اني اخرتكم، معلش. لا ولا يهمك يا حبيبتي، اتفضلي. دكتورة منى، اتفضلي حبيبتي، سامعيني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتوره اسماء مجدي، مدرس بابليك هيلث في طب بشري. طبعا كلكم يعني اساتذتي وزمايلي، طبعا اتشرف طبعا ان انا اقدم المحاضره دي ليكم النهارده. والحقيقه انا اخترت المحاضره النهارده بخصوص الماتيرنال نيوتريشن في البريجنانسي بسبب كميه ترندات بقى طلعت في الفترة الأخيرة عن الست الحامل تاكل إيه وما تاكلش إيه. طب لو واحدة حامل ينفع تخس أو لأ؟ طب لو هتخس هتعمل النظام عامل إزاي؟ والسبلمنتس اللي انتشرت بدراوة يعني عن الفترة دي بالذات، دلوقتي بقت كل واحدة حامل عايزة تاخد كتير من السبلمنتس، هل ده حقيقي وده صح وفعلا دي بنفت أو لأ؟ فحبيت إن أنا أقول المحاضرة دي يعني من باب النوليدج، ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا يعني ربنا يا رب يعني يمكن ربنا يجعلنا سبب في ان احنا نساعد اي واحدة ست حامل في الفالنربل بيريود بتاعتها دي، وكمان ان احنا ان شاء الله كدكاترة يعني امتياز، وزمايلي دكاترة النساء والدكاترة يقدروا يقدموا النصيحة لاي حد في فترة الحمل، اي واحدة ست سواء بقى من البيشنت او من قرايبهم يعني. بسم الله. النهارده ان شاء الله هناخد الماترنال نيوتريشن في بريجنسي. في اخر المحاضره المفترض ان احنا هنعرف الاوبجكتيفز دي. اول حاجه النيوتريشن ريكومنديشن للبريجننت وومن، سواء بقى في الماكرو نيوترينتس او المايكرو نيوترينتس والسبلمنتيشن بتاعتها. ثاني حاجه ان انا بشوف بعمل اكسبلانيشن للويت باترن على في البريجنسي، قد ايه الست المفترض انها تزيد في الحمل، قد ايه من الكيلو جرامز وقد ايه من الباوندز، وكام كالوري او كام كيلو كالوري المفروض ان هي تاخدهم. كمان الافكت بتاعت الماترنال دايت على البريست ميل كونسيشن، وان قد ايه نيوتريشن الدايت اللي هي ماشيه عليه فتره الحمل بيكون مهم جدا عشان تقدر تعمل بريست ميل فيدنج، بروبر بريست ميل فيدنج للبيبي بتاعها، وان ممكن النيوتريشن في حد ذاتها تكون عائق من العوائق ان هي تمنعها تماما ان هي تعمل بريست ميلك فيدنج بروبر يعني. كمان ان انا مهم ان انا هعرف ان انا هسجست سيتبل فود تشويسز، تيكينج دو اكونت ان انا ابتدي اعمل دايت بلان واحدد التشويسز اللي الست ممكن ان هي تلجأ لها فتره الحمل وتكون عارفه ان هي امنه ومفيده ليها وللبيبي. كالتشرال براكسس اند انديفيدوال بريفرنسز، طبعا كلنا بيبقى لينا انديفيدواليزيشن، لازم كلنا بيكون لينا انديفيدوال بريفرنس، كل واحد فينا بيبقى عارف هو حابب ايه ومش حابب ايه. فما اقدرش ان انا في واحده ست تكون حامل في الفتره دي، وطبعا مع الاخذ في الاعتبار السيكولوجيكال ديستربنسز اللي بتتعرض لها في الفتره دي، ان انا اضغط عليها باكلات معينه وامنعها من اكلات كتير، لا ان انا هي بتبقى حاجات كتير متاحه قدامها، بس انا بعلمها ازاي تعمل بروبر تشويس، تختار الاكل الصحي وفي نفس الوقت يكون اكل مغذي ومفيد ليها ويكون مهيئ، او يعني يكون هي اصلا حباه مش كارهه الدايت يعني. كمان اشوف الفاليو بتاعه الفود سبلمنتس والسويتنرز، المحليات الصناعيه والسبلمنتس اللي الستات بتلجأ لها وبتاخدها فتره الحمل. اول حاجه دي انترودكشن كده ان الجود نيوتريشن في البريجننسي والريبلينش ماترنال ريزورس اند هيلبينج جود ماترنال اند فيتال اوت كام ديورنج بريجننسي. والحقيقه انا حبيت ان احنا نبتدي المحاضره كده اوضح النيوتريشن ديورنج بريجننسي اهميتها على المالتي اورجن في المالتي سيستمز في الست، وقد ايه هي بتاثر عليها هي ككيان، وكمان على البيبي ايفن حتى في الادلتهود لايف، يعني مش بس فتره الحمل او الانتراوترين لايف، ولا حتى فتره النيونيتس ولا الفيتال بيريود، لا دي كمان هتاثر عليه ايفن في الادلتهود. ويت جين ان بريجننسي هاز بوزيتيف كورليشن وذ بيرث ويت، وطبعا دي في علاقه طرديه ما بين الويت جين والبيرث ويت بتاع البيبي. والانسيدنس اوف جيفينج لو بيرث ويت بيبيز
is 14 ل 20% if mother has proper poor weight gain، بمعنى ان هي لو مش هتقدر تويت جين بسبب مثلا الهايبر اميسيس او بسبب الانوركسيا اللي بتبقى عندها، بيبقى عرضه اكتر للانترتراين جروس ريتارديشنز واللو بيرث ويت بيبيز. طيب السلايد هو انا مش عارفه هي عامله كده ليه. طيب احنا هي السلايد دي كانت بتقول ان النيوتريشن هي ذا ميجر انتروتراين انفيرومنتال فاكتور، اللي هي بتاثر بعد كده على الاكسبريشن بتاعه الجين بتاعه البيبي، بمعنى ان الجين طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا اي صفه وراثيه بنورثها او اي حتى ايفن كوموربيديتي بنتعرض لها بيبقى ليها جينيتيك distributions او genetic representations وكمان epigenesis. فلو انا هتكلم على الجين في حد ذاته الموجود في الدي ان ايه بتاعنا، هنلاقي ان احنا الماتيرنال نيوتريشن بتاثر على الميثايليشن بتاعت الدي ان ايه وعلى الاكسبريشن بتاعت الجين، وكمان النيوتريشن في حد ذاتها هي environmental factor، فبعتبرها epigenetics او حاجه بتاثر على الاكسبريشن بتاعت الجين نفسه even بعد ما هو يتكون اصلا. فهي بتلعب الدورين سواء في الجينيتك او الابيجينيتك اكسبريشن. الاوت كوم بتاع الجستيشن اندر نيوتريشن نوت منشند باي باركر. احنا باركر دي كان عالم، يعني عمل نظريه كده درس النيوتريشن في البريجنسي على الاوت كوم بتاعه البريجنسي ده. كان في فترة المجاعات اللي تعرض لها اليابان في الحرب العالمية، الستات لما بدأت إن هي تتعرض للمجاعة وبيبقى فيه أندر نيوتريشن، بدأنا نلاقي إن البيبي بيكون الأورجنز بتاعته بيحصل فيها خلل، بمعنى إن مثلا لو البنكرياس عندهم البيتا سيلز بتاعت لانجر هانز اللي هي مسؤولة طبعا على الانسولين سيكريشنز وبعد كده على البروبر فانكشن بتاعت البنكرياس، لا بدأ يحصل لها ان هي تتكون بعدد قليل، بدأ كمان خلايا الليفر تتكون بعدد قليل، خلايا البرين زي ما هنشوف كمان في اذر سلايدز يعني جايه. وبالتالي الاندر نيوتريشن ماذر دي جابت بيبي كان هو لو بيرث ويت، بعد كده في الفتره الاولانيه كان بيعاني من شويه اندر نيوتريشن مانيفستيشنز، وبعد كده لما كبر بصينا لقينا ان هو عنده انسولين ريزيستنس ودي كانت حاجه غريبه، وبصينا بعد كده ان هو لقينا ان هو هيكون عرضه اكتر للاوبيزيتي والعرضه اكتر للكارديو فاسكولار ديزيزز. لما عملوا بقى التجارب وبداوا يعملوا كروس سكشنال ستادي ومن بعدها كوهرت وكيس كنترول ستاديز، لقوا ان لا ان فعلا الامهات اللي بتتعرض للاندر نيوتريشن سواء ماكرو نيوترينتس او مايكرو نيوترينتس بيبقى البيبي بتاعهم ايفن لو هو ايه لو بيرث ويت مولود بوزن قليل اقل من 2.5 كيلو بعد كده بيبقى عرضه اكتر للاوبيزيتي بسبب الخلايا بتاعت بيتا سيل لانجر هانز والليفر سيلز ان هي اصلا حصل لها اندر ريجوليشن وبقت عددها قليل في التكوين، وبالتالي مع العمر طبعا هتبتدي الفانكشن بتاعتها تتاثر. طيب هنبتدي كده يعني، بس هناخد هنت بسيطة على الفسيولوجيكال تشينجز اوف بريجننسي. طبعا يعني لو في دكاترة لسه حاضرين معانا هم اساتذة طبعا، يعني مش المفترض ان انا اتكلم في الجزء ده وهم موجودين، بس انا عملت الجزء ده بس مع يعني قلت يمكن طلبة امتياز او دكاترة صغيرين لسه مش انترست بالنساء او يعني مش واخدين تخصص النساء يكونوا حاضرين معانا المحاضرة، فحبيت ان انا ادي الهنت البسيطة دي بحيث انه يعمل ريفرشمنت للمعلومات بتاعتهم. لما نيجي نشوف الفيسيولوجيكال تشينجز بتاعت البريجنسي دي بتحصل في اي بريجنسي، اي واحده ست حامل هيحصل لها التشينجز دي، ودي بتكون فيسيولوجيكال وبتترجم بعد كده. لو حد مش عارف ان دي فيسيولوجيكال تشينجز بتحصل ممكن ياخدها على انها باثولوجيكال تشينجز ويعتبر ان الست دي كان عندها مرض معين ويبتدي خطه العلاج تختلف تماما. اول حاجه لو هتكلم على البلاد فوليوم والكومبوزيشن هبص الاقي ان البلاد فوليوم عندهم بيكسباند ب 50%، بيحصل لهم بيحصل دايليوشن هيمو دايليوشن في البلاد بتاعهم، طبعا بيزيد الدم وبتزيد البلازما لكن ريلاتيفلي بيقل الهيموجلوبين، عشان كده بيبقى عندهم فيسيولوجيكال انيميا، وكمان بيقل سيرم البيوين والسيرم بروتينز والووتر سيلبل فيتامينز، ودي بتكون ريلاتيف ريدكشن يعني هو بتبقى ما فيش نقص ولا حاجه، ما فيش ريدكشن، لكن الفكره ان الهيمو دايليوشن اللي حصل هو ده اللي ترجم لي بعد كده المانيفستيشنز دي. ان كونتراست هبص الاقي ان السيرم كونسنتريشن بتاعت الفات سوليبل فيتامينز والليبيد فراكشنز زي الترايجلسرايدز والكوليسترول والفري فاتي اسيد بتزيد، وعشان كده حتى بيكون عندهم لايبيلتي اكتر للجلطات في الفتره دي، بيبقى عندهم هايبر كواجل بالستيت.
طيب لو هتكلم على الكارديو فاسكولار والبلمونري فانكشن ديورنج بريجنانسي، هلاقي ان بيبقى فيه انكريز كاردياك اوتبوت في البريجنانسي، وده طبعا حاجه طبيعيه وحاجه لوجيك. والكاردياك سايز بيكون انكريز ب 12%، البلاد بريشر كمان برايمري دايستوليك بيقل خلال الفيرست تو تريمسترز اللي هو الترايمستر الاولاني والتاني، وبيكوز اوف ذا بريفر فازو دايلاتيشن بط may return to pre-pregnancy states في الثيرد تريمستر. بمعنى ان طبعا نتيجه الهيموديليوشن ده بيبتدي ان بيحصل فازو دايلاتيشن، وبيحصل ديكريس في البلاد بريشر خلال الفيرست والسكند تريمستر، لكن بيرجع لمعدلاته الطبيعيه في الثيرد تريمستر. كمان بتبقى بيحصل مايلد اللي هو الليم اديما في نورمال كونديشن نتيجة البريشر على اليوترس على الانفيروم فيناكافا، فبيحصل المايلد اديما دي. الماترنال اوكسجين ريكويرمنت طبعا بتزيد السيشن بتاعها، والكربون دايوكسيد بيقل نتيجة طبعا الفيتال كونسبشن، يعني ده في بيبي بيكون جواها وبالتالي بيحتاج اكسجين سبلاي اعلى بكتير من الطبيعي. طبعا بيكون في ديزنيا نتيجة الضغط بتاع اليوترس على الدايفراج وعلى الانتركوستال ماسلز، وبيحصل كومبنسيشن بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة الافيشنسي بالمونري جازز اكستشينج ولارجر تشيست دايمتر نتيجة الاكسبانشن ده. لو هتكلم على الجاسترو انتستينال فانكشن في البريجنانسي، او ببص الاقي ان بيبقى فيه طبعا سيفير تشينجز، الميكروبيوتا بتختلف تماما في البريجنانسي. الميكروبيوتا هي بعد كده اللي بتعمل الاكسس اللي بيحدد البريفرنس بتاعه الست الحامل دي. يعني سبحان الله لو شفنا شويه يعني مع بعض كده في السلايدز اللي جايه الدراسات، هنلاقي الميكروبيوتا اللي بتختلف، بتلاقي ان الست الحامل دي بيحصل لها كريفنج اللي هو الوحم. احنا بنقول ان لا دي واحده ست بتدلع وبتقول كده وخلاص، لكن لا لا لا، بيبقى فعلا في علاقه وطيده بين الميكروبيوتا اللي هي غذتها في الحمل والهرمونال تشينجز اللي بتحصل في الحمل، وهي بتعوز ايه، هل هي بتروح للجنك فود والان هيلثي فود ولا الهيلثي فود، واختياراتها من الناحيتين من الهيلثي فود والان هيلثي فود نتيجه التغير بتاعه الميكروبيوتا ديستريبيوشن ده. كمان نتيجة إن بيبقى فيه البروجستيرون ليفل بيبتدي يزيد، فبيحصل ريلاكسيشن لليوتراين ماسلز، وبتتغير الجي اي موتيليتي، فبيحصل ديكريزنج في جي اي موتيليتي اللي بيترجم بعد كده في صورة الكونستيبيشن. أيوة دكتورة منى، حضرتك عايزة تسألي عن حاجة؟ لا يا حبيبتي أنا معاكي سامعاكي. طيب بعد كده بيحصل، تمام يا دكتور، بيحصل انكريز في الابزوربشن بتاعه الووتر علشان يقدر يعمل الاكسبانشن. كمان بيحصل ريلاكسيشن نتيجه البروجستيرون افكت على اللور اسوجيال سفنكتر، وبالتالي بيحصل ريجرج وارتجاع لكل الستات الحوامل بتعاني منه. كمان الجول بلادر انتنج بيبقى افيشنت بيكوز اوف ذا افكت اوف بروجستيرون. لو هتكلم اقول ان البروجستيرون بيعمل ريلاكسيشن في كل السفنكترز الجسم، وبالتالي ايه هو الصوت يا اسماء قطع. ترسمي